Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. هلو يا معشر البند، اليوم جيتكم وما جيتكمش وحدي، جبت لكم معايا شامبيون. اي نعم شامبيون سبورتيف بوغوز. كي نقولوا عزيمه نقولوا هو، كي نقولوا قدر نقولوا هو، كي نقولوا باي ما عندكمش فكره. البنات كي سمعوا بيه جاي اليوم طايحين على اليمين وعلى اليسار. اي نقام قدام البيرو ما خلونيش ندخل، وقالوا لي حاجتنا محمد اسلام بوغليا. هيا بيكم هيا. هيا بيكم يا جماعه. دردارك بلاصه بلاصتك، خذ راحتك. عايشك ربي يفضلك. سا مش كيما حكيو لي عليه، قالوا لي ناس طيبه وسمباتيك. راه كيكا ناس طيبه كيكا بقوه الطيبه فادك كيكا. باهي يا سيدك توا يا سيدي بن سيدي. الناس فما الناس تعرف الناس ما تعرفش. سيدي بن سيدي ذكرتني شنو؟ شكون لا لا شكون نحكي له حكايه قبل ما نرقد؟ شكون؟ تعال حسن. أمه يظهر لي. ليه؟ امشي في التليفون تحكي لك حكايه؟ لا 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 سير وعلى الواتساب. قلت تحكي لك انت قلت لك تحكي لك تحكي لي وفضفضي لي. انا احكي لك قصه كثير. الناس اللي يحكيوا راهم جنرال مو النساء، النساء يحبوا الحكايات. كان يا ما كان في قديم الزمان والسيره في العصر والاوان. وبعد كده نرقد نرقد فيه صح؟ قلنا شكون عاد؟ يمشي صاحبي يمشي تعدي صاحبي. ايه صاحبي بوبو باش تحكي لي نكته. لازم تضحكني سينو كما ضحكتنيش باش تحكي لي نكته اخرى الى ان تضحكني. يلا باهي. فما واحد اسمه عاد. هاي واحد اسمه عاود عاود. هاي باهي مات عاود عاود. هاي شكون بقى؟ عاود عاود. لا مات عاود عاود. هما زوز واحد اسمه عاود واحد اسمه عاود عاود. مات عاود عاود شكون بقى؟ عاود. باهي ركز معايا شوف. هما واحد اسمه عاود عاود. لا خليني عاود. اي انا عاود لك انا تو. ما ضحكتنيش. لا بدي اسمع اختار الدكتور نكته. ولد عندي نكته والله. هيا استعن بصديق كلم صاحبك قول له احكي لي نكته. عاد احكي احكي له نكته. خلي احكي ما عنديش نكته والله. احكي لي نكته يا اخي. قص قص تخرجوني ماسك ولا شنو هذا؟ ما عجبتنيش خويا. ما عجبتنيش. ما عجبتنيش. ما عجبتنيش. حتى اللي مستقبلي فني. جاتني بساعة بتاع ليل وتعمل لي نكتة معناها مانيش جملة في مود بتاع نكتة. يلا احكيوا له نكتة يا جماعة. فما نكتة دخلت الحمام خرجت فاصل. في ستوريتك ديما تغني انت بوغلا. فهمت انا تو اللغه فهمت انا اللغه فهمت تو شلي. اعمل عكس اللي ما يحبوش هو خلاص اكيد. يلا يلا غني عاود. والله انا نحب باروك والله. اي انت معاود. يا ما ناس مردوني ما كنت زي تقول معلش ناس مردوني دوني ما كنت زينة علاش علاش يما ول يما ول درشني خفيلة يما ول خطي خطيفة مش خبيرة خطيفة يما ول خطيفة. اللي اختار عليها كنت راح فيها نمشي عاد ايش على جنيه وخطيفة ما كنت امشي غنى ما كنت تقول علاش ناس مردون. انا دوري اخويا عمل لي انا دوري اني فهمت معناها ناس مردوني وخطيفه وفهمت شيء. ها فسرت لي بليه. يما ناس مردوني ناس مردوني معناها يما ناس مردوني. آه. دوني يعني ناقص كانه فهمت. آه. هي تقول يما ناس مردوني علاش تقولوا ناس مردوني؟ اه ناس مردوني عبد اسمر. آه. ما كنت تقولوا علاش تقولوا ناس مردوني؟ آه. بعد تتمدح في غزل بيك. اه تو فهمت تو فهمت فريمون. يرحم والديك يرحم والدين والديك. قلت كلمه احكي لي عاد.
انت شنو الديكور الفازيك عجبك؟ حاجه جميله اللون الروز جميله جدا كما باش يفكرك الروز الروز باش يفكرني شنو بالرومانسيه اوكي بالرومانسيه احكي لي يا بوغليه شنو احكي لي عن الحب الحب الاول في الحب وبوغليه بوغليه يمشي هكا والحب يمشي هكا لا ما نصدقش ما نصدقش احكيلي في المدرسة هكا وانتي هكا كنت بريء فماشي حكاية انا تمزت بريء باش نكون واضحين لا واضحة هي هي البراءة واضحة راهي قل شنو نقولك في المدرسة قولي عاد هكا فتيت هكا في المدرسة انت جاتني طفلة قالت لي اعطيني لوحة سلفني لوحة وش ندخل توا نعدي معلمة صعيبة ودرا شنو كيما حاسين نهزوا باللوحة في وقت باللوحة والله لوحة قلت لها اللوحة انا كنت نسلم ليه فهمتني عاد بعدك انا معنا سنه من الليل 10 رجعت لي نص نهار رجعت لي لوحه شنو مكتوبه بالبركار من تيدي فيك البلاصه نتاع الفوتر مكتوبه نحبك محمد ودرا شنو وبلت كيفاش فاز ما شفتش حتى شيء كيفاش فزت لي لوحه نتاعي يا بطل من ما قلت لي داش واللوحه فزت لي لوحه داش لي ما زرتش لك ميساج مسكينه صفتني العزيز قالت لك هي غضبتني اللوحه والله غضبتني لا لا تولي عاد سي مونتا فهمتها يعني مادام فهمتها مادام اكيد انت حبيت صارت ديسيبسيون حبيت شنو؟ حبيتها ما عمرها صارت ديسيبسيون الحمد لله تو انت شنو فسر لي شنو تحب بالضبط؟ قلنا رومانسية اي رومانسية روز روز اي شنو تحبين احكي لك بالضبط؟ هذا يدق ولا ما يدقش ممكن فما طفلة تعجبني مش ممكن مش ممكن اكيد نحب اكيد ما هيك انا بدينك تعجبني طفلة وبعدك تعدى تعدى نفسك تعدى ديما تخليها في مرحلة الاعجاب ايه انا قاعد هيك كمان قل لي شنو نقول لك شنو اللون اللي بحذاك؟ بحذاك برشلونة انا عندك الازرق عندك الاحمر عندك الازرق اللون اللي قاعد فوقه هذا روكس اللي ورا ظهرك اصفر اصفر بما ان نحن تحس اصفر اصفر الاصفر الاصفر هو لونه كما حكينا عن الرومانسيه الرومانسيه يعني غيره وحزاره احكي لنا انت كيفاش الاصفر معناه غيره وحزاره اي منك اكتشفت ما نعرفش عند التوينز اخويا الاصفر غيره وحزاره واسع عنده برشا معاني اخرى ما نحن عنا حزاره احكي لي على الغيره والحزاره غيره معناها انا قرب نار الغيره ايوه مو انا حزار صحيح مش غيره كيفاش حزار حزار معناها تربيت انا في مش تربيت انا هكا تبيتي معناها مثلا طفله تقصد مع طفله وشنو بيان سور مش حزر على شكون ليه نقص معناها تقصد في علاقتي بطفله تقصد كيف طفله هي اختك صاحبتك معناها غير ونحزر كيك معناها فهمت كيف كتبت مش كلي كل شيء عادي واسبري مانيش اسبري الحقيقة تشوفوني اسبري مانيش اسبري وانا مش مسكر زاد كل وقت مسكر ودرشني مانيش اسبري وكا هو مش مسكر مش اسبري وسط معتدل معتدل بوكلان ويه كيفاش تغرمت بالسيكليزم والله تغرمت بالسيكليزم وقتها عندي ولد خالتي هو معنا ديجا ولد خالتي دوما معنا تريون قبلي معنا في البسكليت اكبر مني هم فهمت وجيبوا مع ولد خالتي ديجي في برشا بسيكل مزيانين هكا هو بشوي بشوي بديت نتغرم بديت نتنتج شنو هي هذه نسرع الماتريال نتاع البسكليت كل شيء وزيد امي معنا وقتها هي البوستيتني شريت لي اول بسكليت شنو تقول نشكر نجوتا مه فهمتني وبديت مع خذيت اول بسكليت وقتها والحاجه اللي معناها الغريبه اللي صارت اني انا ما دخلتش نتعلم في ليزا بي سي نتاع السيكليزم دخلت طول في ايكيب وانا دخلت في ايكيب فما جمعيه يعني في السيكليزم فما في اي سبور فما دي زيكو تتعلم فيها ليزا بي سي مع التكنيك درت شنو ما تدخلش طول في كومبيتيشن انا اخترت اني ندخل طول في لي كومبيتيشن فهمت ديريكتومون عصامي والله دخلت ديريكت كيك حسيت وصلت لي برشا ما يخ الضحك هو في البسكيت فما دي فيتيس ايه دبرت دخلت اول كورس معايا صاحبي هذوما معنا تاع السيكليزم خميسي وماهر وعلي هذوما يترينوا معايا وقت حسيت انا ما عادش حتى اكبر مني هما سينيور من وقتها كادي ما عادش حتى نبدل لي فيتيس انا فهمت عاد انا وقتها معناها الحمد لله مش بصحه البدن كيما نقول عاد مشيت معاهم مره في هربه دير كيك هربه شنو هي هربه زي معناها
قولوا احنا بلوتون معناها هذوما قولوا احنا 10 عباد وهذوما 10 عباد وهذوما 5 عباد فما 10 عباد القدام بالكل هما دوك ماشي مشاركوا هما هاربين على الاخرين انا المقدم فهمتك يعني الشباب عاملين ايشابي ايشابي وانا مشيت في الايشابي كي داير هذا خميسي صاحبي قال لي ما صدقتش ما صدقتش قال لك مازال جديد وفهمت مع وفوت برشا عباد معناها قدام والحمد لله الاكتشاف في الهرم من نهارتها بديت الكارير نتاعي في سكليز ومعنا الحمد لله وقتها كنت شاك سمين احنا كنا نهار احد عندنا كومبيتيسيون كنا نهار احد نربح الكومبيتيسيون وهزيت وقتها معنا بطولة تونس برشا مرات بطولة تونس هزيت فيس شامبيون الغرب في البحرين مشرفنا شنو هذا؟ شنو هذا؟ متكي شنو متكي؟ اي لحلح لي روحك عايشة لحلح لي روحك اي خذ راحتك هاي يحكي لي مالا ذي محلة هي سيريوز شوي الحكي فهمتني انا في حياتي ما عندي حتى اي سيريوز ديما تعرف ديدبول فيلم اي تعرفوا فيلم ديدبول اجميع تعرفوا فيلم ديدبول انا ديدبول تعرف في الدنيا وانا حتى في اسوء حالات تلقاني قولي وقت اللي صارت لك لاكسيدون وتبدلت معناها سيغتان طون معناها تبدلت هكا حاجات جدد في حياتك الحاجه اللي معناها لفتت لي انتباهي كونك تك تك قمت جينيرالمون العباد ساعه يحزنوا ويعملوهم الكل ومن بعد يفيقوا من ما خليتش وقت انا انت تك تك شنو السر انا في حياتي ما نحبش الدراما ما نحبش تكسير الراس انا ما نحبش نعمل لك حكي ما نحبش حد يضيع لي وقتي ما نحبش نضيع وقت بالنسبه لي الوقت حاجه مهمه برشا بالنسبه لي في حياتي ديما معناها نحب نستغل الوقت للماكسيموم انا كان باش نقعد انا شنو هي انت معناه في الوقت هذاك خممت بالفصون هذه ما تصورش في الوقت هذاك صحيح باش تيك شوف صحيح معناها بلي معناها جون في لاج دو 18 طون وقتها كل معناها عادي اما في نفس الوقت عرفت ما حبيتش نخمم فيها الحكاية وقلت خلينا نتعدى وتقول لي بشي سير يسير عرفت دونك اي عبد عنده مشكلة في حياته يرفيها تعرف ما يخممش فيها برشا ويحاول يعمل معناها يعمل يركز مع البوزيتيف يركز على الكوتين بوزيتيف حتى تبدا داخل بعضها وكل يركز مع البوزيتيف ويبعثها تاني كل شيء He's the best He is the best Follow him يا جماعة للي ما يعرفوش فما ناس ما تعرفش اللي انت بوكسي شوقي بوليه اللي هو ممثل معروف على الاخر يمكن جيراسيون صغيرة بالكل بتدخل ما يعرفوش ياما نحنا هيك على روحي كبيره ف نعرفه بكدي كيد معناه شفتو قبلت برك الله معناها معروف على الاخر معناه ايكون ستار معناه كيفاش اثرت عليك انت الحكايه ولا الحكايه ذي حتى في الانستغرام كي تشوفوا برشا عرفت من دين المهم عنديش حتى جماعتين ولا حكايه بشبط صوير انا وبابا وامي معناها فهمت علاش لو ما حبيتش نبين بابا في الصوره باش ما يقولكش بو هو اللي قدر بو ممثل وكريقة ذاك ولا هما في تونس عادة النظرة ان الممثل غني على الاخر وعنده شتوات وهي شخص كي جيت احكيها هكا معنا شخص ريب فما شقيك هكا حاسيلو ما حبيت معنا واحدي نبين على روحي معنا نعمل كل شيء واحدي وبعد كيف سيبون معنا عبيد عرفتني انا باسمي انا معنا فهمت اها انه يعني مثلا ليس الفتى من يقول كان ابي ولكن الفتى من يقول انا ذلك سمعت اغنيه صرف اغنيه مش يقولوا شعر شعر اي انا شعر حساس بي دونك انت ما حبيتش كونه استقليت يعني شخصيتك نص استقلت على ابوك يعني ريت فتصور لما حاله وريت تصور امك زيد ستوري امي هذيك شبيك نجودة ليه هذيك انفلونسوز انستغراموز تقولي تعرف تعمل في انستغرام قديش عندك تبرز 15,000 ولا اكثر مني والله بحال ما نحكيش بالك والله بالرسمي وهبت زوج تصاور برك زوج كثير كي انا مش خلاص 15,000 تفكر هي دخلت تصور في استجواب خاطر عندها ونفيد شو نقول لك عندها ضحكه ياسر محلاها على الاخر ورثها عليها فهمت السحر الكل وين قلت لك تستعلم فيكم كيفاش تعملوا القاتوهات والدنيا 16 كعب عظام يجيبوا 3 حيار ادي ضحكه وش نوع دونك احكي لي مالا شنو خذيت من امك وشنو خذيت من بوك سؤال بيبي بيمو ديك ساحة خامة في عقلك ميسيج ماش مزروبي بابا عرفت معنا في المواقف كي تحكر الكوب كما نقوله فهمت
تلقاه كنت تهكركم ما نحكي في حكيت صح مش يعني امي خدت معنا امي قبلها برشا برشا معنا فهمت كل تخدم عندك وش هيك شنو تقول فيزيك ما تجيش بالها الضحكه تجيش بالها حتى في البونيمور في كل شيء ولا بالحق في كل شيء ما عندهم خيط وطورت انا على طورت توا يا جماعه حضروا لي لوحكم باش تسالوا كيستيون باش تدخلوا بعض يا لطيف اللطف بوكنا بسمي لك اسامي فتيات انترناسيونال ديريكت لندن عينه كبيره راهو عينه كبيره بيه 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 وميمة تراد ولا فاطمه محجوب لا كيف هيك ما نجيش زوج والله زوج صحاب ايوه مره زوج فهاد الدومين وزوج بي باش نبداو باش نبداو الحين نعرف وميمة تراد نعرف قبل فاطمه محجوب معناها شلون نعطيك الحاجات اللي في الزوج نعرفها وميمة تراد نعرفها من وقت مشيت انا ايما هي برك تعلل لي باش تفكر وقتها مازال عندها هي انستغرام وين وقت انستغرام فيه ألف ولا فاطمة وفاطمة صحابين وهي برش ترينينا زادة من بعضنا في ايه ما قلتلكش حكي لك قصة حالي معنا الزوز معنا نحبهم برشا و اي واحدة فيهم يلا 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 قول ولا باش تختار اللي معنا بيرد الاخرى اكثر نتقابلوا ونشوفوا بعضنا ونتلموا امورك كيكا اسم نحب اسم فاطمة محجوب وتوا فاطمه محجوب ولا بكي فاطمه محجوب ولا بكي بكي خدمت انا وياه معنا اول فيديو معنا فما فاز اول فيديو انا في في الشين يوتيوب نتاعي ومشيت بالكليب الفيديو وطفله ضربه على الاخر انا مريت الجو هي يخرب لي اكثر علاش خاطر مثلا سوق لحظه هي تسوق بسكليت معنا فاطمه لازم تعلم تسوق بسكليت تسوقش بسكليت فاطمه ما تعرفش تسوق بسكليت لازمك تعلمها لازم تعلم تسوق بسكليت هاي وبيكي طير فاطمه وطير شي معنا انت ما فيها راني يلا 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 هذا ليموت الواقع بيصير انا قدام الدبا فيها يغور لكم والله اللي صعب بيكي ولا لينا تومي بيه بيرود دخلت كيف كيف مقابلنا ولينا تومي اكثر معنا لينا تومي ولينا تومي طيرت بكي فجأة كي كان فجأة طيرت اكون من اللي كانوا بكي واقرب لي معناها لينا اقرب من بكي شي اقرب مش اقرب انا نحكيك على العبيد اللي قاعدة كونتاكت اكثر انا وياهم بيرود فهمت كيفاش هي بالحق بيه اوكي نعم شو بيه انك تريد باش نقص خاطر هي قاعدة ونيت مش بيه بيه لينا تومي ولا نورهان عليات زوز صعبة شرق شرق بيه فين فين جاي أني فين متسوق بسكليت تسوق في بلي زوز متسوقش بسكليت ما عرفت زوز يطير وهاي طاير علينا الزوز أي عاد اختار أي والله لينا ولا نورهان لينا ولا نورهان شنو باش نختار لينا ولا نورهان إيه فسالك تو أنت معناها إي هما كيفية صحابي يعني فيش نختار صحابك اني والاقرب لك هكا اللي تحسوا فهمتني في حياة اخرى مثلا شكون نحكي له اكثر شكون نحكي له اكثر معناها كما كما تقول له الاخرى اسراري وكل شكون اقرب لك هكا اي معناها فما اقرب لك قلتي هكا فما قلتي هكا خويا اعطيني هكا وهكا يعني فما ايش هكا وهكا فما شكون اقرب لي نحكي اقرب لك اقرب ونحكي له اكثر معناها اقرب لك لحظة لا اقرب لي اقرب لك مش تعملي لي اقرب لك اقرب لك اسمع اسمع اه شكون معناها كلهم فهموني كان انت انا ما نفهمش اسمع تحب نحكي لك معناها اقرب لي نحكي معناها نحكي اسراري نحكي وكل شيء باهي اخوي كيك نريد نحكي معناها نحكي تحكي لك هو هذيك حكيت اسرار وبرا اسرار اسرار وبرا ايش يقول اسرار سمعت اسمك اسرار 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 ظهري انا ظهري سمعت اسمك منك ليه يا نورهان تفضل اسمي موجود في البيعة هاي خرجت انت انا جيت نطلع عليكم انا حال عندي عليه برشا دوسية ترى مش مهم نحبش نحكي ابدا افضح المسطور من توا ابدا افضح المسطور نسكت خاطر كي مش نحكي مش تحكي ايه انا نخليه الهدنة خير يلا امشي امشي ابدا انت ابدا انت احكي يلا نقول لكم انه هي بيرود الاخرى تبدلت والله تبدلت والله ما عادش نورين نعرفها قبل
بالحق لو نحكي ترى حاسس إنه يقبل كنت سبونتاني تتصرف بالحق نحكي كان صوتها يمشي صوتها سيئة تورت تتكلم في تليفون والناس ما صوت كل مش نوري ملتخشن في صوتها و... كبرت الدنيا علمت كانت هكا صوتها أسلم ما 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 كنت تزوج ديما تزوج صوتها ولي تو خشنا صوتها هكا مخشنا صوتها والله تو تحسنت معنا تخشنا في صوتها ولي كبرت نبتة ليش بدك تنتقم مي نبتة قول شنو بتقول قول يا نوريان أسراري أسراري يقلب الدنيا كان كان حبة تقلب الدنيا ما عندي شيء بدي أنا نظيف يا ما تحت السواهي أنا نظيف أغزروا لي بني مش عاقل هكا وكيوت وكما تقول كيوت خسيني معنى الجاي بوبو أحكينا أنت توا ديرني المو ثنية 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 الزيزة اللي خذيتها الدغنية ما نكملوا نحكي بالثيت اوكي خذيت زيزة متاع بطل افريقيا 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 في الثرياثلا في الثرياثلا ثرياثلا 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 اي وثرياثلا حكينا على ثرياثلا بالضبط ثرياثلا هذا سبور فيه تروا ديسيبلين اللي هو فيه الرانينج الجري وفيه السايكلينج اللو وفيه الناتاسيون الاومي كل عام بعضهم في كومبيتيسيون واحد احكي لها على سيونس نتاع البيت اوه والله عملنا سيونس انا كوتش نتاعك كوتشينا بعض كوتشينا بعض يا ربي ينكر يا ربي شنو هي انا نقرا في الليل بسرعه انا كوتشيتك ونقرا حتى مش انا حتى اعطيتك الفرصه باش تحسي روحك عرفت قلت لها انا في بيت دوميني هذايا معناها قلت لها برا نشوف البروجرام نتاعك انت هو بون الحقيقه البروجرام نتاعك مشيت بالبروجرام يا اخي القصه شنو مشيت بالبروجرام اش قابلك فيه طيار والله كاسح كاسح زيجا اليوم ما ترينيش خاطرنا صحنا مبينين وكذا ما نحسوش بيه والله بيه احكي لنا شنو ان شاء الله مستقبلا ايش عندك هكا شنو برامجك شنو فما يعني شنو فما نحط معنا دو كومبيتيسيون ان شاء الله باش نختارهم هنا في الكالندري انترناسيونال و باش نمشيو ان شاء الله باش نعملوا بروجرام تاعهم اونترينمون كل شيء ونمشيو ان شاء الله نشرفوا تونس كلها هكا وبيان سور باش تكوتشي كنون وسينو سينو مريب حاسي لو يا جماعه محليكم عايشك اما في هبه ساكا تحكيو هكا فزيت ما نعرفوهمش عامل في البنات عامل في عامل يا بنت شو جاي من جديد الحمد لله حياتك تقف بليش بيا حياتك تقف يا اخي نور انت شكون عملت انستغرام وين عملتو انستغرام تو نتعرف انستغرام ولا خذيه انت وي صحيح بالرسمي مش خذيه بالرسمي نونو بالرسمي نونو كان عجبتكم انا سيكون بالضبط بي اسمع انا قاعد نوصل في بالي موف يا ربي خوفني ندير العبيط انا صار في بالي انا مش كيتر ما يعرفوش لا اخويا هبلوني ملي قعدنا وهما كي تقول ما غادي يردوك صبر يا رب وسطو شويه وهما هكا كل واحد في شنو هذا يا تو هكا هكا قاع على بعضه ما قلت لي تعاركوا ديما يعني كيان بيان شاتي بيان كلو بحب يا خويا مش عارفين عايزة خويا صاي ضبطي استنى باش نعملو فيديو انا نوريها باش تعرف تشين نتاعي كل تعرف ناس وكل فيها جاك فيها بلاد حزين سون ان شاء الله باش تعرف فيديو شلو حلوه برشا دونك يا جماعه بيانتو فيديو نونو وبوغلان بوغلي ونونو بوغلي قال ما عجبتوش نونو بوغلي قال لك بوغلي ونونو يا خويا يا خويا ماتشو والله يا تفكرهم تفكرهم ها حبيب قلبي عجبتكم الخماضة برشا نشوف برشا خماضة برشا ديكور اوريجينال على الاخر كونسيبت ياسر اوريجينال بالحق بالحق كلمة الحق تقال تقال ولا تقال عليه كلمة الحق شاعر راكي من قبيلة شعرة توك انت كنت تمشي وجيك المقاومة ما تجمش عارف تحكي معها خاطر باريس بي معنا شكون؟ مقاومة ايه مقاومة تعليق شنين هو؟ تقول دعم فتحي والتنير نونو مانيش موجود كين عجبتكم الفيديو نتاعنا بارتاجيوها بارتاجيوها وعملوا لها برشا لايكس وما تنساوش تعملوا ابوني دابوني
في أباني. ويه تلف مع فيا يا طفل انتي خيوينك روحت قول والله نعطلع عليك ما نقول هيش قا مش حقيقي قا بالحق يا اخي مش معناها كلمة ذيك اش معناها كلمة ذيك هيك هيك تحكي لنا صغرونة صغرونة ولا نزل صغرونة صغرونة وطفلة باهية برشا والله